في أروقة المكان الذي يعبق بالتاريخ، تتحدث هذه الصور المعلقة عن عراقة بغدادية أصيلة وقصص ملوك ورؤساء وزعماء العراقيين والعرب كانوا زواراً لمحل حج زبالة للعصائر الشهيرة. فمنذ أكثر من قرن ولا يمكن للمارة من شارع الرشيد أن يتجاوزوا هذا المحل دون أن يتوقفوا لشرب عصير العنب المجفف أو الزبيب الأشهر في بغداد. مرطبات شربة الحاج زبالة كما ترون من أقدم محلات شارع الرشيد القديمة، وقد تأسس عام 1900، وقد زاره ومر عليه الكثير من الشخصيات السياسية والتاريخية. أما عن خلفية اسم المحل المثير للاستغراب فتعود إلى مؤسسه الجد الحاج محمد عبد الغفور زبالة، والذي سمته عائلته بهذا الاسم بسبب خوفها عليه من الحسد. فاسمه الغريب وجودة عصير الزبيب الذي يقدمه لرواده جعل منه علامة فارقة بقيت تجتذب أجيالا من الرواد. من احنا صغار، انا ابوي وصل لي الفكرة انه هذا من احنا، هو ما كان صغار، والدي كان صغير كان يجي يشرب من شربة حج زبالة. من معالم شاعر رشيد 3-4 معالم: المقهى وشربة حج زبالة وكعك السيد. والاجمل شيء بيه انه تيجي لما تيجي تشرب الشربة وحاط لك الصور التذكاريه مال العراق كله مو بس مال بغداد، فتعيشك بتاريخ بغداد، عراقه العراق كله. بالسبعينات والثمانينات احنا واصدقائنا ولا سيما يعني طلاب المدارس، هاي مدرسه اعداديه رساله بصفه كانت، ونطلع الصبح جبن يبيع جبن وجيمر وشربه زبيب نتريق بيه الصبح. اي صارت لفت سمعة يعني قديمة هنا بهذا الشارع، الشربة ماله يعني شربة فاخر راقي. وعلى الرغم من التغييرات الجوهرية التي مر بها العراق خلال هذه الحقبة الطويلة، بقى هذا المحل الشهير محافظا على الروح البغدادية القديمة، وظل أحد أبرز شواهد شارع الرشيد منذ عشرات السنين.